السلام عليكم. عليكم السلام. زي حضرتك دكتور. اهلا بيكي. الله يخليك. لو سمحت انا كنت عاوزه اسال دلوقتي، انا حصل لي حمل بعد سنه ونص من الجواز، والحمل ما كملش يعني 6 اسابيع، والدكتور قال لي الحمل يعني مش هيكمل ولازم ينزل. كويس. اول لما رحت له هو قال لي الكيس حجمه صغير جدا، بس قال لي يعني نسبة، عملت تحليل ولقي نسبة بتزيد، بس فقال لي بعد يعني اسبوعين اجيله عشان اعمل سونار، لان الكيس برضو لسه حجمه صغير. كويس. فقال لي ان الكيس فاضي، وبعد 6 اسابيع قال لي الكيس فاضي، ولو الجنين اتكون هيبقى مشوه. كويس. واحنا ده كده حمل يعني ضعيف ولازم ينزل. وعمل لك عملية كحت ونزله؟ لا، رحت بعدها باسبوع اداني برشام اخدته، ورحت بعدها باسبوع كشف سونار وقال لي يعني خلاص مش محتاجه. كويس يعني قوي. نزل عليكي دم كتير بالبرشام ده؟ نعم. نزل عليكي دم كتير؟ يعني احيانا تكتلات وكده يعني، بس ولده مستمر معايا الدم. سؤال حضرتك تحت امرك. بس انا كنت عايزه يعني، انا خايفه لحسن يعني، ده اول حمل ليا، وخايفه لحسن الثاني يعني برضو يعني لا قدر الله يحصل كده. وكنت عايزه اعرف ايه سبب اللي حصل، يعني ايه سبب ان الكيس فاضي. طب هقول لحضرتك تاني. اول حاجه، حضرتك بقالك سنه ونص بتعالجي عشان تاخر الانجاب؟ نعم. بقالك سنه ونص بتعالجي عشان تاخر انجاب؟ لا، انا رحت للدكتور واثنين وكانوا مطمنين وقال لي اموري كلها تمام. طب حملتي لوحدك ولا حملتي بعلاج؟ لا، عملت يعني تابعت مع الدكتور وعملت تحليل، وكانوا بيدوني حمض الفوليك والحاجات دي يعني. مش اخدت جوسبرين؟ حمض الفوليك. اخدت اسبرين اطفال؟ اخدت جوسبرين. طيب حاضر، تحت امرك. في ظل وجود تاخر حمل غير معلوم السبب، في ظل وجود سيدة اول ما ممكن تاخد حاجات مسيلة بسيطة زي الاسبرين حملت والحمل ده ما يكتمل، بينور عندنا فكرة قصة ان يكون الاجهاض ده او تأخر الانجاب سببه قصص مناعية. احنا عارفين ان الطفل نصه بيبقى من الام ونصه بيبقى من الاب، لسبب غير معلوم الجسم يبتدي يهاجم الطفل بسبب الجزء اللي بتاع الاب اللي هو غريب عنه، فبتدي يهاجمه وبتدي يقطع عنه الدم فيموته. في ظل وجود كمان اجسام مضادة بتبقى ضد الغدة الدرقية وتبقى ضد البنكرياس، بنبص تلاقي السيدة دي عندها القصة كلها المناعية فيها اضطراب، فبالتالي بينتج عنه ان الطفل ده بيحصل له وفاة واجهاض. انا مش بقول ان عند حضرتك الكلام ده، لكن احنا لازم نفكر نبص في الحتة دي، مهمة قوي. القصة التانية قصة ودي زي بقولك رأي شخصي تماما، وفي ناس طبعا الكتاب بيقول فعلا ان انا ممكن استعمل الاقراص اللي انت حضرتك بتقولي عليها دي حتى اعمل اجهاض او افضي الرحم او انزل الحمل، لكن انا شخصيا ضد هذه الفكره تماما للاتي: واحد، ان انا ممكن اخد الاقراص وفي الاخر اعمل عمليه كحت برضو لانها ما نزلتش. 2، اخد الاقراص وتعمل نزيف شديد فينتج عنها ان انا اجري بالليل في سواد الليل واضطر اروح لمستشفى جنبي يكون المستشفى دي مستواها مش قد كده عشان اعمل عمليه كحت. ثالث حاجه، ان انا افاجئ ان انا في بقايا فاضطر اعمل عمليه كحت، او ان انا ممكن يفضل بقايا لا ما اكتشفهاش بالسونار وتمنع الحمل وتحدث التهابات على جدار الرحم فبالتالي اتاخر. فانا دايما مع الحلول الجذريه، عمليه كحت تتعمل في 10 دقائق تنهي القصه، والقصه انتهت عند هذه النقطه.